إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وبعد، تكملة للموضوع الشيق المهم القوي اللي بيه في الغالب تقدر إنك تناقش المسيحي بفكر هو يراك إن الفكر فكر متفتح. بداية نقول التالوت هدمه هو هدم للمعتقد اللي بيتكلم بأعداء الإسلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثانيا، عملنا ثلاث حلقتين 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 ثلاث حلقتين حلقتين قبل الحلقة دي، حاولوا تسمعوهم الجزء الأول والثاني قبل ده مباشرة. ادخلوا على الصفحة وشوفوا الحلقتين، لأن الحلقة الأولى فيها مقدمة مهمة جدا ومفيدة جدا مش هنكررها، والحلقة التانية فيها تكملة النصوص والأدلة اللي اتكلمنا فيها على هل أو كيفية طريقة إن أنت تخلي النصراني يؤمن ويعترف ويسلم لك على أنه يعبد أكثر من إله. حياك الله يا أحمد إبراهيم، آمين وإياكم. حياكم الله جميعا، وغفر الله لنا ولكم أيضا جميعا، وبارك الله فيكم برضو جميعا، آمين. نبدأ على بركة الله. قلنا في أول حلقة في السلسلة دي، اللي هي سلسلة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سلسلة كيف تثبت للنصراني أنه يعبد ثلاثة آلهة وليس إلها واحدا. قلنا في أول حلقة إن أنت عشان تكلم النصراني لازم تكلمه بما يؤمن هو. فأنت لو قلت له من هنا لبعد بعد 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 بكرة، لو كلمته بالقرآن فقط كأنك ما بتعملش حاجة. كان عندي في البيت شيخ من المشايخ الكبار، كبار كبار يعني، بيخرج على القنوات وكده، وشيخ كبير في السن كمان، طبعا لا داعي لذكر اسمه، وكان مسيحي واسلم. المهم كان عندي في البيت، وكان سبحان الله قدرا، وينفع اقول صدفه، في السنه وردت كلمه صدفه عادي يعني، ما فيهاش اي مشكله. فكان موجود في البيت عندي ان جالي هذا الشيخ، وكنت قدرا او صدفه بتحاور مع ولد نصراني صعيدي قاعد في هولندا. محدش بقى يقول لك صعيدي في الجامعة اسمها ايه دي، همام في امستردام، حاجة زي كده. المهم كان في هولندا الواد ده، وود يعني زي ما بيقولوا من الحقد على الاسلام، بس انا الحقد او غيره بخلي حواري معاه مسيحيات فقط بحيث اكبر دماغي. كيف ده الته يعني، كبر دماغك تعيش ملك، انا زودت الميم. المهم الشيخ دخل البيت عندي، فقلت له حلو انك جيت، انا معايا ولد نصراني صعيدي قاعد في هولندا. قال لي هاته. قعدت اسمع للحوار اللي دار بينهم 45 دقيقة، 50 دقيقة، 40 دقيقة، حاجة زي كده. كل كلام الشيخ مع هذا الولد إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو واسع كل شيء علما، وهذا الأسلوب. وما أرسلنا من إيه؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. الواد يقول له إيه؟ طب ما أنا مؤمن بالله يا شيخ، ما أنا مؤمن بالله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا وليد، حياك الله يا الموجي. والولد النصراني يقول له أنا مؤمن باللي أنت بتقوله. آها. أم قالوا لقد كفر الذين، قالوا لا أنت بتكلمني بما لا أؤمن. الشاهد قعد بالضبط الشيخ قرابة 40 دقيقة أو 45 دقيقة يتكلم مع ولد في شيء الواد كل اللي عليه يقول له أنا مش مؤمن باللي أنت بتقوله يا شيخ. أنتوا معايا؟ خرج الشيخ من الكلام ده كله بأن الواد كل اللي عليه أنا مش مؤمن باللي أنت بتقوله، أنا مش مؤمن باللي أنت بتقوله. أنا مرضتش أتكلم في وجود الشيخ، بحس انه شيخ كبير سنا وكبير علما لكن اسلاميات، مع انه كان مسيحي لكن
معلش يا شباب عشان تبقوا في الصورة، حتى النصارى ذات أنفسهم، بل أقول لكم على حاجة، والله العظيم وشمامسة وخدامين كنايس، الكتاب ده لحظة، هذا الكتاب شمامسة وخدامين كنايس ووعاظ ووعاظ، الكتاب ده ما يعرفوش عنه حاجة، الكتاب ده حاطينه في البيت كده ما اعرفش في هو بس عارف ان الكتاب ده 66 صفر، مع ان هم الارثوذكس بيؤمنوا بانه 73، الباقيين ما تعرفش راحوا فين، حصل شفط وشفط ولفط كده بينهم وبين بعضهم يعني. المهم الكتاب ما يعرفش عنه حاجه، وعظوا خدامين، فما بالك بقى بشخص كان مسيحي عادي واسلم يعني وصار شيخ. تمام، الشاهد والمقصد ان الولد كوجهة صح، كلامه صح. ليه؟ هو لا يؤمن بما أؤمن، هو لا يؤمن بما أؤمن. فكان خلاصة الحلقة الأولى في، مع إن لازم برضو تشوف الحلقة الأولى إن فيها مقدمات وفيها شوية حبشتكنات كده هتنفعك بعد كده في الحوار. الشاهد إن طبعا أنا بتكلم عادي يعني، بتكلم بعفوية، حبشتكنات وغيره دي عفوية، خدت بالكو؟ خدوا بالكو، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ان زي ما النصراني ما ينفعش يقول يا محمد يا نصيف، ايوه يا عم، لماذا لا تؤمن بان كل الكتاب هو موحى به من الله وصالح للتعليم؟ اقول له نشيد الانشاد صالح للتعليم يا دي، يا نشيد الانشاد يا صالح للتعليم، هو صالح للتعليم برسوه، انما ليا لا. وحزقيال 23 برضه البرسوه مش ليا يعني. والواد الجديد اللي اسمه وائل اللي مش عارف ايه ده، الواد الراهب الجديد ده اسمه ايه، وائل ايه، طلع وائل ده عايزين نعمل له حلقة لوحده بقى عشان ما ينفعش، وائل ده ما ينفعش يخرج، بيقول لك دخل الرهبنة عشان يمشي في السكة الشمال ويسرقوا آثار ويبيعوها في جريدة من الجرايد بيقول لك كان بيروح يسرق الجبنة، والله أنا قاري جريدة بيقول لك إنه كان بيروح يسرق الجبنة من الدير، يروح يسرق الجبنة ويبيعها حرام الجبنة ده، معرفش مش كان مليان روح قدس ده، الراهب اللي اسمه اللي قتل الراجل اللي قتل الانبا بتاع الدير، مش ده كان مليان بالروح القدس، مشي في الشمال واغتصب بيت ولا معارف ما في الحرام وسرق جبنه، انا كله الا الجبنه وسرق الجبنه. المهم فلما هيجي تكلمه بالاسلام، حياك الله يا حاج عشري، تيجي تكلمه بالاسلام، كل الجبنه عبد الله، تيجي تكلمه يقول لك لا انا لا اؤمن بهذا. لكن لما تقول له مثلا افتح لي لوقا اصحاح كذا عدد كذا ومتى اصحاح كذا عدد كذا ويوحنا كذا كذا والتكوين كذا كذا، هتلاقيه اتخرس، وهتلاقيه حتى مش فاهم، مش عارف اللي انت بتقوله، وهتلاقيه مش عارف اللي انت، ما يعرفش حاجه عن اللي انت بتقوله. ولذلك وكذلك قلت وهقول وبقول وسأظل أقول، حاوروهم بما يعتقدوهم خير وسيلة للدفاع، الهجوم أفضل طريق لاختصار، لأن غالبية الموجودين على الساحة معاندين مجادلين بالباطل، 95% منهم كده، هتعرفوا إمتى؟ الناس الطيبين الحبوبين اللي هم بيقولوا الكيوت، هتعرفوا إمتى إن دول مش طالبي حق؟ المهم قلت له لا سيبك انت من ده، تعال انا اجيب لك كتابك، كتابك تؤمن بيه. والله الواد ده هو ده اللي المناظره بتاعته لو تفتكروها اسمه رايد، اللي بيخش يتابع على الفيسبوك على اليوتيوب عندي القناه، الواد ده اللي المناظره بتاعته قال لي كده، قال لي اللي اتصلب مش الاله الحقيقي، الصوره مش الاله الحقيقي، ومسكتها له بقى قلت لك انت في، قلت له انت في عندكم اله حقيقي واله سبيشيال، اله حقيقي واله تقليد، هو الواد ده، وهو الحوار ده اللي دار بعد ما مشي الشيخ المسلم اللي كان مسيحي وأسلم. المهم موضوع اليوم، موضوع كيف تثبت للنصارى أنهم، وكيف تثبت للمسيح العادي أو الغير عادي أنه لا يؤمن بإله واحد بل بثالوث. خد بالك أنت ممكن الموضوع ده هيجي لك كمان إسلاميات، حتى المشايخ اللي بيتكلموا إسلاميات، تلاقي الشيخ بيكلم مثلا نصراني، يقوم النصراني يقول له، يقول له عم الشيخ انتوا بتقولوا عنا مشركين، انتوا بتقولوا عنا مشركين،
يقول له لا يا ابني، يقول له لا يا ابني احنا بنقول مشركين. طيب يا عم ليه احنا مشركين يا عم الشيخ؟ يقوم قايل له انتوا مشركين عشان مثلا عشان بتعبدوا عيسى. شوف المسلم العادي يعني يقول له عيسى مين يا عم الشيخ؟ انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش انت جاي تكلمني في ديني؟ لازم تكون عارف ديني، احنا ما بنؤمنش بحاجه اسمها عيسى. النصارى بيقولوا كده فعلا، يقول لك احنا ما بنؤمنش بحاجه اسمها عيسى. ساعتها عم الشيخ هيرد عليه يقول له ايه؟ لا يا ابني ما هو عندنا. طب يا عم الشيخ انت جاي تكلمني انا؟ المسيح هيقول لك كده، يقول لك يا عم الشيخ انت جاي تكلمني، فجاي تكلمني بشيء انا ما بؤمنش بيه، ينفع يا عم الشيخ؟ لكن لما تقول له ايوه يا ابني انت بتعبد يسوع، ويسوع في الاناجيل ليس الله يا ابني بدليل 1 2 3، ويسوع والله مش واحد يا ابني بدليل 1 2 3، انجيل اصحاح عدد كذا، ساعتها هتعرف تغلبه، والا هيظبطك، هيظبط الشيخ. انا شفت بنفسي يعني، ولا شفت بنفسي ايه، ما انا كنت كده الاول، كنت اجي اكلمهم اسلاميات ابص الاقيهم يطلعوا لي 100 شبهه في اللي انا بقوله، ثم يخلوني مش عارف اتكلم في دينهم، ولا عارف اصلا، لان انا كنت فعلا مش عارف اتكلم في دينهم. المهم جبنا في الدرس الاول او في الحلقه الاولى مساله الاقنوم. كلمه اقنوم في حد ذاتها بتدل وتاكد ان هم 3 الهه مش اله واحد. 3 نو ليس واحد. ليه؟ لان كلمه اقنوم بحسب كتاب النصارى تعني شخص، او معذره بحسب علماء المسيحيه تعني شخص، تعني ذات، تعني كائن حي مستقل بذاته يفعل اعماله من نفسه. وده معناها انهم بيعودوا 3 كائنات، 3 اشخاص، 3 احياء كاملين مستقلين بذاتهم. ادي الحلقه الاولى، شاهدوها ضروري ضروري ضروري. نزلتها لكم. شاهدوها لان فيها المقدمه بتاعه السلسله دي، ونبدا على بركه الله. اخر حاجه وقفنا عندها كان هل ذات يسوع هي ذات الاب؟ مين الاب؟ كنت قلت لكم برضو في الدرس الحلقه الاولى، ضربت لكم المثال وبينت لكم. انا بتكلم لان لازم الاخوه للاسف ما بيبص، يعني بنقول مثلا يا جماعه شاهدوا الحلقه الاولى، اعمل بقى ايه؟ بيعمل مش من هنا الحلقة الأولى. ان شاء الله نبقى نشوف الحلقة الاولى والحلقة ال17، ومحدش بيشوف حاجة. قلت لكم وهقول تاني، ادي التالوت يا جماعة الخير عشان ما نعيدش في كل مرة. ادي الروح القدس، ده الابن اللي هو المصلوب عندهم، ده الاب، الاب اللي هو عندهم ضابط الكل، الاله الخالق للسماوات والارض، ام ولد لنا الواد ده، وأقوال من النصارى بثق لنا هذا الولد، وأقوال أيضا خرج لنا منه هذا الولد، وبعد كده أدي الروح القدس منبثقة أيضا من الآب، وده خارج من الآب، ده الآب عندهم الإله. احنا طبعا عندنا لا نشبه الله عز وجل بهذا الكلام كله، هذا كلام لا نؤمن به، بس بنكلمهم بما يؤمنوا به. آدي الآب عندهم، الرجل الكبير العجوز الكركوبة ده، وادي الابن عندهم، الواد الصغير اللي معرب، معرفش معرب بطنه ليه كده، بس على كل وشايل صليبه على قفاه على كتفه. وادي الروح القدس على شكل حمامه، ذكر حمام. لا مش حنجز يا احمد ابراهيم، واقعد ساكت بقى مش هتقب. ادي الابن، ادي الروح القدس، ادي الاب. انجز انت، اقعد ساكت، اقعد ساكت يا. المهم قلنا ان ده الاب، الابن، الروح القدس. السؤال هنا، هل هذا الاب ذات الاب؟ طبعا كل شيء من دول له ذات، واحنا اتفقنا ان كل اقنوم من دول هو عبارة عن ذات اصلا. هل هنا بقى، هل ذات الاب ده هي ذات الابن؟ وهل ذات الاب هي ذات الروح القدس؟ الاجابة لا. يعني ايه الاجابه لا؟ يعني ذات الاب ليست ذات الابن، وانا عندي الدليل اللي هجيبه وانزله حالا. ذات الاب ليست ذات الابن، وذات الابن ليست ذات الاب، فازاي يبقوا الاثنين واحد؟ لا كده مش واحد، كده ده شرك، كده يبقى اتنين وكده ده شرك. ها ذا بروف، فين الدليل بقى يا معلم؟ اتفضل.
طبعا احنا قلنا ان هنطرح سؤال او هنطرح مثال، هنطرح مثال او هنطرح السؤال على طريقة فخ، بحيث تعرف تجيبه تشده تخليه يقول بلسانه القرد مخبدنه فين، فيقول احنا عايزينه يقول. حلو، النص اهو بيقول: كما ان الاب له حياة في ذاته. يبقى كده الاب، الاب لا تنسى، لا تنسى ذكر الله، ادي الاب ده ليه حياة في ذاته، ادي الابن له حياة في ذاته، يبقى ده عنده حياة وذات وده عنده حياة وذات، دول كام واحد؟ 15 مثلا، 18، 10، دول اتنين. ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش، يبقى دول واحد. ده كل واحد ليهم له حياة خاصة به وذات خاصة به، أليس كذلك؟ طيب يبقى عندنا ده دليل اهو واضح. انت بقى هتبدأ تظبطه على هذا الايه، تبدأ تقسمه على هذا الامر. طيب الاب اخر عن الابن والابن اخر عن الاب، فكيف يكون واحد؟ الاول ما تنساش الطريقة اللي هي اسأله اولا، قول له كده: هل اقنوم الاب، ركز حتى عشان تبقى واضح له وما يفلفصش منك، هل أقنوم الآب يا جرجس هو بعينه أقنوم الابن يا مرجعين، هل هو هو؟ هل هو هو؟ أنا بنزله يا عبد الله محمود، بنزل الكلام أهو، اللي عايزه بقى يبقى ياخده من البث. الله، الواحد مش عارف يعمل لكم إيه، يعمل بث تقولوا نزلوا كتابة، يعمل كتاب تقولوا نزلوا صور، يعمل صور، حسبي الله، أنا بدعي ربنا يكفيني يعني، تخافوش ما بدعيش على حد، حسبي الله يعني كافيني يا الله. الواحد يعمل لكم إيه يعني؟ يصلب نفسه عشانكم؟ ما تقولوا يعني الواحد يصلب نفسه عشانكم مثلا؟ المهم هل أقنوم الابن آخر عن الأب أم هو والأب واحد؟ مباشرة هتلاقي المسيحي قفز ونط وقال لك لا، هو والأب واحد مش آخر عن الأب. قل له بس حلوة قوي، تعال بقى أنا أجيب لك إن كلامك غلط يا مسيحي. فين الدليل؟ الدليل هتلاقيه في إنجيل يوحنا إصحاح 5 عدد 31، بيقول إيه؟ إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حق، شهادته باطلة. شهادتي ليست حق يعني شهادتي باطلة، تخيل إله، شهادته باطلة. وطبعا هنتكلم في النقطة دي حالا. يبقى عندنا النص ده بيثبت حاجتين: أولا بيثبت عدم ألوهية يسوع، بيدمر إن يسوع إله. النقطة الثانية بيثبت إن هما إلهين مش واحد، وهذا بعين أمه اللي هي بأم عينه، يعني بأم عينه، بنقولها بأم عينه بس أنا بغيرها بقى، بعين أمه الشرك. واضح ان هما الهين ازاي؟ واحد، النص بيقول ايه؟ بيقول: ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي ليست حق. السؤال: كيف يكون الها وشهادته باطلة؟ شهادته باطلة، شهادته باطلة، ما ينفعش، ده مش اله. لما كده يقول الابن ان شهادته باطلة، ده ما يبقاش إله، ما ينفعش يا فندم يبقى إله. ربنا بقى بيقول في القرآن إيه؟ قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، الله سبحانه هو أكبر شهادة. انظر، أم، لا لا، ده أم، هو في إيه؟ أم عين أمه، يعني أم عينه. المهم أي حد وخلاص، ده شهادته باطلة، بيقول إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حق، يبقى ده مش إله. يبقى لما تقولوا ده وده إله كده يبقى شرك، ده يبقى شرك. طيب نقطة اتنين، النص بيقول: إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حق،
الذي يشهد لي هو آخر. اعملوا عرض مزيد عشان تشوفوا النص والكلام. الذي يشهد لي هو آخر وأنا أعلم أن شطحك. مين بقى الآخر اللي هيشهد للابن؟ مين الآخر ده؟ عارفين مين؟ الآب. الآب شهدت، الآب آخر عن الابن، الآب آخر عن الابن، وهذا يدل على أنه شرك. دول اتنين غير بعض أهو. الآب نفسه الذي أرسلني يشهد لي. يبقى عندنا الآب، الآب ده بيشهد للابن ده، والابن ده منتظر شهادة ده، وده قام شاهد لده، وده قام قبل شهادة ده، وده مشاهد ده، وده ما بيقبلش شهادة غير ده. طب وبعدين بقى دول ازاي واحد؟ دول مش واحد، مستحيل مستحيل، ده impossible، مستحيل. الأب بيحمل كتاب، مش عارف هو ليه الأب بيحمل كتاب صحيح، مش عارف مش عارف شك. تقريبا بيحمل الكتاب عشان يديه للابن، هو بيحمل الكتاب عشان يسلمه للابن، ورث تقريبا زي الورث كده. ايضا قال هذا الكلام مين؟ شنوده. شنوده بيقول ان كل اقنوم بالنسبه للتاني يعتبر اخر، كل اقنوم بالنسبه للتاني يعتبر اخر. يعني تخيل انت الاب غير الابن، الاب اخر عن الابن، بالله عليكم ازاي يبقوا واحد؟ خدوا رابط الفيديو بتاع شنوده اهو. اسمعكم كمان قال ايه؟ بنتكلم على موضوع الاب. ايه ده؟ ده وسام. صوت واضح عندكم؟ صوت شنو ده مش واضح عندكم؟ ثواني طيب، انا عايز اجيب بس كلام شنو ده. ايوه اسمع كده، اخر لا اسمع كده، كل اقنوم بالنسبة للاقنوم الثاني يعتبر اخر. اسمع كويس، كل اقنوم بالنسبة للاقنوم الثاني يعتبر اخر. اظن كده سمعتوها، اظن كده باعتراف شنودة اهو، ان كل اقنوم بالنسبة للاقنوم الثاني يعتبر اخر. ادي اقنوم، انا كل بحب اضرب مثال بالصورة دي، معرفش ليه بس يلا بقى. كل اقنوم، كل اقنوم، الصوت لو اتاخر يا جماعه والصوت اتاخر عن الصوره او الكلام ده قولوا لي عشان اظبطها. يعني كل اقنوم الابن اخر عن الاب، الاب اخر عن الابن، الابن اخر عن الاب، الاب اخر عن الابن، يبقى ازاي الاثنين واحد؟ الابن اخر عن الاب، الاب اخر عن الابن، الابن اخر عن الاب، ده اخر عن ده، وده اخر عن ده، وده اخر عن ده. ازاي بقى الاثنين واحد؟ ازاي؟ شلون؟ كيف؟ ازاي؟ مستحيل مستحيل مستحيل. ايه خلاص، لا ما تحاولش ما تحاولش، لا 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 يا جرجس، لا 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 يا زكريا بقلص، مش مستحيل يا زكريا، مستحيل يا زيكو، مستحيل. واضح؟ طيب ادي النقطة التانية في مسألة، وجبت نزلت لكم فيديو مين؟ شنو ده؟ هنا بقى مسألة كمان أنا قلتها بس هقولها تاني. هل الآب أهي، الآب أهي ده، هل الآب ده يخضع لإرادة الابن ده؟
هل الآب يخضع لإرادة الابن؟ الإجابة لا. كل النصارى هيقول لك لا. طب هل إرادة الابن وإرادة الآب إرادة واحدة؟ هل تاني، شوف السؤال، مركزه في السؤال لأن السؤال هو اللي هيعمل فيه إيه؟ اللي هيفرق المسألة. هل إرادة الابن وإرادة الآب إرادة واحدة أم إرادتين؟ الإجابة المسيح مباشرة حبص لقينا نطلق وقال لك إرادة واحدة، إرادة واحدة مش إرادتين. قول له بس أنت مخالف للكتاب، وهذا يؤكد على الشرك. اتنين، يدمر لاهوت يسوع. يقول لي ازاي؟ اقول له استنى، لو في اي مسيحي عنده اعتراض في اللي انا بقوله، شايف اللي انا بقوله غلط مش كتابي مفيش عليه دليل، يبعت مايك ويتفضل. يا حي عهلة، يطلع على المايك وسمعني صوته كده ويتفضل بكلام علمي اكاديمي، مش كلام سواق وكلام مصاطب. لا، انا ما عنديش كلام ده، انا عندي ده هو اللي بيتكلم. واوعى تقول لي تفسير ولا تدرس يعقوب ولا ما تدرسش. انا بحاور النصارى يقول لي ماليش دعوه بالتفاسير، انا بتاع الكتاب، انا عايز من الكتاب ده يطلع غلطي، كلمه واحده من اللي بقولها يطلعها لي من الكتاب ده غلط، بس يطلعها من الكتاب ده. ما يطلعش يقول لي حواديت، ما يقوليش كان في واحده اسمها صباح زي منصر بحاوره بيقول لي كان في واحده اسمها، انا مالي ومال صباح ولا شاديه ولا روده الزجائريه. اتفضل، المهم الدليل. المهم يبقى عندنا إرادة الآب غير إرادة الابن، وإرادة الابن غير إرادة الآب. ده يدل على حاجتين، واحد يدل على أن يسوع ليس إله. ليه؟ لأنه بيخضع لإرادة غيره، بيخضع لإرادة غيره. اتنين، لأنه يبقوا اتنين مش واحد. ليه؟ لأنه بيخضع لآخر. الدليل اهو، محمد نظيف معلش الكلام بدليل من عينيا بس كده، الصح ان الكلام بدليل، الصح اللي بتحدى بيه ادخن قس، مش معنى ادخن يعني يكون مليان، لا لا، ادخن يعني ادخن علما، يعني اعلم قس انه يرد على اسئلتي من الكتاب. انا اسئلتي بالكتاب، هيرد عليا بالكتاب، ما احكيليش حواديت. دليل النص في لوقا 22 عدد 42 بيقول ان ربهم يسوع اللي هو الابن قال يا ابتاه. ده ركز بقى عشان ابين لك ان هما ارادتين مش اراده واحده. ده بيقول يا ابتاه ان شئت انت ان تجز انت عني هذه الكاس، كان بيشرب كاس شديده عليه شويه، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. يبقى دول كم إرادة يا إخوة؟ جاوبوا، جاوبوا يا مسلمين. لما الابن يقول للأب شيل عني بقى الكاس دي، بس لتكن إرادتك لا إرادتي، يبقى في عندنا كم إرادة هنا؟ يبقى في عندنا كم مشيئة هنا؟ جاوبوني، إرادة واحدة ولا إرادتين؟ إن كان إرادة واحدة خلاص يبقى توحيد، أو يبقوا بيؤمنوا بإله واحد. لكن إن كان إرادتين يبقى مشركين بيعبدوا إلهين. اتنين، النقطة التانية يعني، الإله اللي منتظر إرادة من غيره، اللي بيخضع ويذل لإرادة غيره، هو إله باطل ضعيف لا يستحق العبادة، بل يستحق ان احنا ندعي له ربنا يرحمه او ربنا يقويه. ليه؟ لانه ليس عنده قوة وارادة من نفسه وانما من غيره. واضح؟ اذا كباقي البشر. الدليل الثاني على كلامي بيقول كم روح وكم نفس؟ اتنين برضو يا شافي ارجع يا شافي للحلقة اللي فاتت مباشرة، جايب فيها كم روح وكم نفس. اتنين، يسوع له روح ونفس والاب له روح ونفس. يسوع له ذات لوحده، الاب له ذات لوحده. يسوع هنا له إرادة لوحده او الابن له إرادة لوحده والاب له إرادة لوحده. وكده اتنين. الاخت بتقول محتاجين انت ايش عرفك انت عشان ما فيكيش روح قدس.
انت يا عائشة ما فيش عندك روح قدس، تعرفيش انت الحساب الجديد، واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة. تعرفوش انتوا. بحاور قس بيقول لي انت ما بتعرفش اللغة العربية المسيحية. والله العظيم يمكن سمعتوه، انا عملت له بث في المناظرة بتاعته هنا، بيقول لي انت ما تعرفش اللغة العربية المسيحية. نعم يا اخويا، ايوه والله. اتدح ان احنا ما نعرفش اللغة العربية المسيحية. تقريبا ما تعرفش اللغات بتاعتها العربي، يعني تقريبا من فوق لتحت او من تحت لفوق، انما مش من اليمين للشمال زي ما احنا عارفين. ويجي واحد يقول لي ايه، لا ما تقولش واحد زائد واحد زائد واحد، ما تقولش واحد وواحد وواحد. اما اقول ايه يا عم، قول لي واحد في واحد في واحد. اقول له حلو حلو حلو، يعني انتوا بتقولوا في التالوت باسم الاب فيل ابن فيل روح القدس؟ قال لي لا. قلت له امال بتقولوا ايه؟ قال لي بنقول باسم الاب ويل ابن ويل، ما هو يا ابني ويل دي يعني زائد محمد واحمد وحسين، يعني ايه يعني محمد زائد احمد زائد حسين؟ انما عمرك قلت محمد واحمد وحسين يعني محمد في احمد في حسين؟ لا، ده شغل دروشه، ده تروح تقوله في العباسيه، مش تقوله هنا، ده قوله في العباسيه، قوله في اي حته يسقفوا لك، قوله في الكنيسه، انما ما تقولوش عندنا احنا. ما ينفعش، ما ياكلش معانا عيش. ما تضحكش علينا انتوا، ما تضحكش علينا، ما تصعوش علينا انتوا، تصعوا علينا. نعم، مين؟ طب لف تعالى يلا. جالي ضيف، خلينا نلف وادور عليه. المهم نفتح له. ثواني انس، عجبكم كده؟ عجبكم؟ ثواني ارجع لكم. اصبر بس. السلام عليكم. تمام، في صوت كده الان؟ تمام يا شباب. فزي ما قلت لكم، الصح انك بتمشي معاه بالدليل، بالكتاب. واضح؟ كنا فين؟ كنا في إرادة، كنا في الإرادة. الأب أو الابن له إرادة لوحده، والأب له إرادة لوحده. هنا بقى لما يجي المسيحي أنا أقول له نعم، أقول له كده بمنتهى البساطة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. مش فاضي الآن خالص. تمام، أنا بقول لك أهو، إن الله ثالث ثلاثة. يعني إيه ثالث ثلاثة؟ يقول لي لا بس أنا ما بؤمنش بدينك، أصل أنا ما بؤمنش بالقرآن. أقول له خلاص ما تزعلش، أنا حبيبي هجيب لك اللي أنت بتؤمن بيه وأكلمك بيه. طالما أنت ما بتؤمنش بالقرآن خلاص قابل بقى. واضح؟ أما الأب في الابن، مفيش حد في الدنيا كلها بيقول باسم الأب في الابن في الروح القدس، هذا كلام ما قالوش بيه أصلا. ده حتى بيقولوا إن الأب غير الاب غير الابن، الابن غير الروح القدس. حتى انت سمعت شنو ده، الاب اخر عن الابن والابن اخر عن الاب، يبقى ازاي الاب في الابن في الروح القدس؟ مفيش الكلام ده. فهمتوا؟ خلاص حد ايه يقول لكم الكلام ده ويفتكر ان هو ضحك عليكم، خلاص حد يضحك عليكم. الله المستعان. والله العظيم في الكنائس ما بيستحوا ان هم يقولوا كل اله او كل اله غير الاخر، ما بيستحوش. يجوا قدام المسلمين ويستحوا ويقعدوا يبرروا وتبريرات، ويقول لك الشمس، ويقول لك الشمعه، واحد تاني بيقول لي مثال للاله بتاعهم المحمول، واحد تاني يقول لك مثال للاله البطيخه. والله بتقول تالوت الرب زي البطيخه على السكين ويكسر البطيخه، واحد تاني في البلطك يقول لك تالوت الرب عامل زي الكشري، رز ومكرونه وصلصه، سميناه يوحنا كشري. اللي ليه في البلطوك وعارفه اساله على يوحنا كشري، كلهم عارفينه. تمام. المهم تعالوا للنص الثاني.
تعال النص الثاني. بتاع الجيميل تعرف تعمل مش وقته خالص، مشغول والله. اعمله له بعدين. ماشي اقول لك بكره ممكن اعمله. خلص اتصل عليه الاول، ليش مره واحده اتصل على الاول. طب استاذن الاستاذ ياخد رقمه بس. تمام رقمك كام؟ لحظه يا جماعه. هات كده. يلا خلص وعمله بقى هرن عليك باذن الله. اقفل الكمبيوتر باذن الله. شد الباب في ايدك، اوعى تشده تخلعه. ايوه شده يعني رده. ما تشيلوش وانت ماشي. ايوه حبيبي. تمام. فقلنا ايه؟ قلنا ان الاب اخر عن الابن. نجيب النص اللي بعده. النص اللي بعده في متى 26:39 يقول كالآتي: ثم تقدم. ده مين؟ ده الابن عندهم اللي هو ده. ده تقدم وخر على وجهه. برضو النص الثاني ده بيدل على حاجتين: عدم ألوهية يسوع، وعلى أن دول مش إلهين، دول إله، دول مش إله، دول إلهين تنين. ثم تقدم اللي هو إله الإب وخر على وجهه سجد. شوفوا سبحان الله جماعة، شايفين صلاة المسيح أنا ما بحبش أقول المسيح على كتاب النصارى، يسوع. شايفين صلاة يسوع بحسب الأناجيل عاملة إزاي؟ فين فين مين من النصارى بيصلي لربنا كده؟ مين بيصلي لله الخالق كما كان يصلي يسوع؟ مين؟ هم بيسجدوا بس للقساوسة والمذبح والمش عارف، انما لله. المهم وخر على وجهه وكان يصلي قائلا: يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. في كم إرادة هنا؟ جاوبوني، كم إرادة الآن من فم الإله المتجسد عند النصارى؟ في كده كم إرادة؟ لو إرادة واحدة خلاص هيبقى كده إله واحد مفيش مشكلة، لكن لو إرادتين يبقى دول تنين، يبقى دول جزء آلهة. هو ده تعدد الآلهة. فهمتم؟ ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. وهذا يدل على ده دليل الحب يا أستاذ، على رأي زكريا بقلص. هذا يدل على الشرك. فلما نقول له نعم أنتم مشركين، يجي يقول لي طب كلمني بالقرآن. مرة حصلت معايا، كان معايا شماس وشغلتها برضو هنا في الايه في الصفحة. تابعوا يا إخوة فيديوهات الصفحة، ادخلوا في هتلاقوا كلمة المزيد، اضغطوا عليها هتلاقوا الفيديوهات او مقاطع فيديو، اضغط عليها هتلاقي الفيديوهات اللي انا رافعها كلها او اللي عاملها بس كلها. حاورت من شماس، احد شمامسة الكنيسة، مش عارف كان بيسألني في ايه. فالمهم بيقول لي رد علي، قلت له حاضر. فجيت كلمته، قمت مكلمه قلت له ايه: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. قال لي: وانا مالي ما يقول. قلت له: نعم مش انت بتقول له رد علي من الاسلام؟ قال لي: اه. قلت له: طيب لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. قال لي: وانا مالي، ماليش دعوه، انا مش مؤمن بالكلام ده. قلت له: ضبط على لي. قمت ماسكه من كتابه نفخه. خدت بالكم ليه؟ النصراني عايز يعمل مفتح عليك، عايز مثلا يجي يسالك 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 يسالك، وبعد كده ساعه ما تيجي انت تساله او تيجي ترد عليه يقوم قايل لك: لا انا ما بؤمنش بالكتاب بالقران، جاوب بقى من القران. ما هو كده كده مش مؤمن بيه. تقعد انت يا عيني، حلوة يا عين، تقعد شغال وتجيب له المصحف والآيات والمحكم والمتشابه والسنة والتفسير والطبري وابن كثير والجلال والبغوي والسيوطي، وتقعد تلم له يعني انت مش عارف اللي فيها الواد، ولا انت بتقول حاجة. انت بتقول ايه يا عم الحاج؟ انت ايه اللي انت بتقوله؟
هو بعد ما يخلص خالص يقول لك اه ماشي ماشي هتبص له، آه ماشي مش مشكله، طب خد السؤال اللي بعده. هو اصلا السؤال الاول مش فارقه معاه لانه ما خدش اجابه مما يؤمن، مش فارقه معاه، خدت بالكم؟ هو جاي عايز ايه؟ غالبيتهم هو جاي له، جاي لك معاه 10 15 شبهه هيرمهم لك واخد بعضه ويمشي، مش مشكله قول اللي تقوله. انت عارف لو في الجواب قلت له الخمسه بجنيه ليمون، خمسه بجنيه طب حاجه حلوه قوي، هات لي 15 ولا حاجه عادي مش فارقه معاه. في مره ميكي وماوس ومش عارف ايه، ولا انت بتقول له حاجه، همه والناس اللي حاولت فاهمه اللي انا بقوله ده، انما الناس الجديده على الحوار والكلام ده يا راجل معقوله في كده؟ اه معقوله في كده. انا في المجال ده الان فوق ال 16 سنه حوار مع النصارى، اللي انا بقوله لكم ده هو الحاصل فوق ال 16 سنه، هو ده اللي انا شايفه. ما ظبطتش معايا وظبط معايا الكلام وفهمت دماغهم الا بعد ما بقيت بحاورهم بكتابهم بس. بس يجي يقول لي اسلاميات، اقول له روح اسال شيخ، عندك المشايخ وعندك الازهر وعندك موقع اسمه المحاور على النت تروح تساله، مش هيسالك في حاجه خالص، وعندك الاخوه المهتمين بالشبهات. جاي لنا انا بتاع كتاب مقدس بس، انا بتاع ايه؟ ربنا بيقول في القران ايه؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى. يكفر بالطاغوت الاول، الكفر بالطاغوت قبل الايمان بالله. انا بتاع الان بقى الكفر بالطاغوت، ازاي اخليك تكفر بهذا الطاغوت؟ الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله. انا شغلي ازاي اللي هو الهدم، في حاجه اسمها الهدم قبل البناء، انا بتاع الهدم بقى الان، البناء لغيري، خلي غيري يبني معاك، بس لو لقيتك انت طالب حق ابني معاك، لكن مش طالب حق اوجع دماغ غيري. واضح؟ المهم، ف زي ما قلت لكم، اما اخونا اللي بيقول لي اشرف العمر، ايوه اشرف العمر اتكلمنا في النص اللي انت جبته ده في الحلقه الثانيه من السلسله دي. يبقى كده في ايه؟ ارادتين لهذا الامر. طب خد اللي جايه بقى، احنا قلنا ارادتين، اه طيب يبقى كده الهين. هل مشيئه الاب، تساله السؤال ده قبل ما تديله النص عشان ما يفلفصش منك، هل مشيئه الاب هي مشيئة الابن؟ يعني ايه؟ احنا زي ما قلنا في عندنا الهين، في الهين هم، في ده الاب ده الاب، الاب والابن. هل مشيئة المشيئة بتاعت الاتنين واحدة؟ المسيح مباشرة؟ اه طبعا مشيئة الأب هي الابن، هي مشيئة الابن. أقول له لا كلامك غلط، شوف كل ما يقول كلمة أقوم مطلعها له من الكتاب، مش أنا بقى هو أنا شايف كده يلا مشيئته غلط. لا مش أنت يا مسيحي قلت إن مشيئة الأب هي مشيئة الابن؟ لا أنا هجيبها لك من الكتاب إن مشيئة الأب مش مشيئة الابن، ده الابن له مشيئة خاصة والأب له مشيئة خاصة. الدليل، الدليل يا محمد يا نصيف، انت بتتكلم بلا دليل ليه؟ لا من عينيا جيب لك الدليل طبعا اللي يأكد كلامي، والدليل ده هيثبت حاجتين، دليلين مش دليل واحد، يلا توينز، دليلين مش واحد، يثبت حاجتين، دليلين هيثبتوا حاجتين، هيثبتوا الحاجة الأولى إن يسوع بحسب الأناجيل ليس الله وعبادته بطلة، النقطة الثانية إن اللي هنا دول مش إله واحد، دول إلهين مش إله واحد. ذا بروف، الإثبات في يوحنا 5:30 بيقول أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا، طبعا عارفين كلنا النص ده أو الغالبية عارف النص ده، الإبن الإله عشان ما يجيش يقول لك ناسوت لاهوت ما عرفش، لا قائل هذا الكلام هو الإله الظاهر في الجسد أم لا؟ هيقول لك آه. حلو، يبقى الإله الظاهر في الجسد بيقول أنا لا أقدر، إله ضعيف، انسى، دمرنا لاهوته، أول كلمة أنا لا أقدر، مع السلامة أنت كده مش إله، أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا.
كما أسمع أدين. هدين ليه؟ لأن دينونتي عادلة. ليه؟ لأني لا أطلب مشيئتي، يعني مش مشيئتك أنت، لأ، أمال مشيئة مين؟ بل مشيئة الآب الذي أرسلني. في عندنا كم مشيئة؟ مشيئة واحدة ولا اتنين؟ الإب بيقول لا أطلب مشيئتي، أنا ما بطلبش مشيئتي، أمال بتطلب مشيئة مين؟ أنا بطلب مشيئة الله الذي أرسلني. يبقى في عندنا كم مشيئة؟ جاوبوني الآن، مشيئة واحدة ولا مشيئتين؟ بل مشيئة الآب الذي أرسلني. يبقى في عندنا مشيئة، أنتوا نمتوا ولا إيه؟ في عندنا مشيئتين مش مشيئة واحدة. النص ده لوحده دمر حاجتين أو بين حاجتين. الحاجة الأولى إن يسوع بحسب الأناجيل أيضا، شوف أنا حتى الآن لا قلت له آية ولا قلت له حديث. ليه؟ هتقول له آية وحديث من هنا لبعد بعد بعد بكرة الجمعة ساعة صلاة العصر، ولا كأنك بتقول حاجة، ولا كأنك بتقول حاجة. ليه ولا كأنك بتقول حاجة؟ لأنك هتبقى بتكلمه، هتبقى بتكلمه بما لا يؤمن، هتبقى بتكلمه بشيء ما بيؤمنش بيه. لكن لكن لو كلمته بشيء بيؤمن بيه قدرت تزنقه صح. لو كلمته بالكتاب اللي بيؤمن بيه قدرت تزنقه. طول ما انت بتكلمه بعيد عن دينه اعرف انه هيقعد يتدلع عليك من هنا لبعد بكرة، وبقول لك اهو من دلوقتي مش هتعرف ترد عليه. ليه؟ لان المجادل لا علاج له. المجادل في بعض الناس، بعض البشر خلقوا، اتخلقوا لكده، خلقوا ليجادلوا. هو جاي الدنيا دي، هو جاي الدنيا دي في هذا الكوكب فقط ليجادل بس. تمام؟ بيقولوا عليها، بيقولوا عليها مثال كده عندنا او مثال عنهم هؤلاء، يعني بيقول لك خلق ليعترض. في في بعض الناس اكيد مر معاك كده، واحد انا مر معاك كتير قوي قوي ومليين الحظر في الفيسبوك، في الـ في الـ في البان يعني، الحظر بتاع الفيسبوك مليين الحظر مترصصين، ده انا متهيألي كان وصل الحظر عندي في الحساب التاني مش عارف 400 ولا كام. خلق ليعترض، ما جاء هذه الدنيا الا ليقول لا 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 لا، خلاص هو لو خلاص يا ابني طب ليه لا، هو كده. فالغالبية العظمى من هذا الايه الامر. فلذلك انت هتناقشه وهتحاوره وهترد عليه بالشيء اللي بيؤمن بيه، هتقدر تغلبه. غير كده انسى. ايوه وجدل، يا ريت صح عن علم على رأيك، وهو يا ريت عن علم اصلا. ما هو لو عن علم اساسا ما كان جادل، لو عن علم ما كانش جادل اصلا. تمام؟ المهم، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب المهم الامر كده واضح في النقطة دي. لذلك انا بقول وهظل اقول جماعة الخير ولله الحمد، ولله الحمد يعني،
مش كلام يعني كلام جزافا كده وخلاص، لا، انا واحد من الناس ما بعرفش وما ينفعش وما تعودتش ان اتكلم في مسألة او في اي مسألة بلا دليل. تعودش على دليل. او هل المخالف يعرف يعمل الحركة دي او يعرف يتكلم دوما في كل مسألة بدليل؟ ابدا 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 ابدا. بل بعضهم ما يعرف الدليل اصلا، ما يعرف الدليل اصلا، وما يعرف يعني ايه دليل، ما يعرف يعني ايه دليل. بل والله 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 وبالله وتبارك، نصوص كتيره جدا بقولها لبعض المنصرين والشمامسه وغيرهم، بيقول ايه ده عندنا في الكتاب. اقول له اه عندكم في الكتاب، ثواني هيظبط. كده مظبوط كده حلو. بل مرات كتيرة بيجينا أشخاص وأعمل وعندي أسئلة وعندي مش عارف إيه وإيه وإيه، أقول له طيب نتكلم في مسألة معينة في نص. على سبيل المثال كلوسي، ولد كنت عامل حوارنا مع أدمن صفحة اللاهوت الدفاعي، اكيد عارفينه، ادمن صفحه اللاهوت الدفاعي اللي بيتابع المناظرات على الفيس، عارف ايه اللي بيتابع، قصدي المناظرات على هيك الله حسين القطان، اللي بيتابع المناظرات على على اليوتيوب اكيد سمع المناظره دي مع ولد اسمه ايه، ابن النور، شتم رب في وسط المناظره يا اخوه، اساء للرب بتاعه يعني، تمام. ومحرار بقى بيقول لي مش عارف لو الرب قال لي ما اسلمتش ليه هيضربوا بالجزمه، فهم احرار مع ربهم يعني. الشاهد ولد نصراني سمع الحوار اللي دار بيني وبين ادمن صفحه الدهوت الدفاعي، قال لي يا عم ده ما يعرفش حاجه وده مش عارف مين وده ايه. قلت له طب تعالى انت عارف، كلمنا برضه في التالوت ثواني. اه الان ظبط، كلمنا في التالوت خلاص، سيبك منه ده بقى ما يعرفش، بتاع ادمن اللاهوت الدفاعي ما يعرفش حاجه، تعال انت اتكلمنا في التالوت. فبقول له افتح لي رساله كلوسي، رساله بولس لاهل كلوسي كذا كذا الاصحاح والعدد يعني. قال لي ايه ده ما فيش الكتاب ده. اي والله، بيقول لي مش عندي. مش عندك يد، يخرب بيت شيطانك، ايه اللي مش عندك؟ يدك كتاب، يد الكتاب اللي في ايدك، يد موجوده في اللي مش عندي. ما فيش عندي الكلام ده. ازاي ما فيش عندك الكلام ده؟ انا بألف انجيل جديد. لقيته اه ايوه استنى ايوه لقيته. هو كان تايه يا ابني، يا ابني انت مش عارف، انت مش عاجبك ادامن صفحه اللاهوت الدفاعي وانت مش عارف تطلع نص اصلا. امال بتعيب عليهم ليه؟ انت بتعيب على انه اساس؟ يعني تخيل شخص مش عارف يطلع نص اصحاح وعدد من الكتاب ويقول لك اداه من صفحه اللاهوت الدفاع ما يعرفوش حاجه، ما يفهموش حاجه، يعني مش للدرجه دي يعني ولا ايه؟ تمام. ناخد بقى نص تاني، بسم الله، ناخد نص تاني. اه جميل قوي. انا هجيب لكم بقى نقطة تانية في هدم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هجيب لكم نقطة تانية في هدم، زي ما قلنا، واحد هدم ألوهية يسوع، اتنين هدم التالوت. مش عايز بقى تالوت، امال ده ايه؟ دي شرك، دول الهين مالهمش دعوة ببعض. ايه محمد؟ نعم نعم يا فندم. الدليل ايه؟ الدليل على ما تقول. عينيا عينيا، تاخد الدليل، حقك اعمل مزيد عرض، مزيد عشان تشوف الكلام كله، تقرا الكلام كله معايا. السؤال الاول، هل الاب لا يقدر؟ يعني ايه الاب اللي هو عندهم الاله خلق السماوات والارض، يقدر ولا لا يقدر؟ يقدر. الدليل يا محمد على انه يقدر عند النص في التكوين 17 واحد،
فظهر الرب لإبرام وقال أنا الله القدير. أهو يبقى الأب يقدر أهو بالدليل. دليل يا محمد يا نصيف أهو، مش كلام إنشاء. يعني أنا ما قلتش الله يقدر كده، أو المعذرة اللي الأب يقدر كده يلا من دماغي كده واديله، لا، أتيت بنص من الكتاب شاهدا على قولي. الأب يقدر، الأب قادر على كل شيء. طب هل قدرة الأب وقدرة الابن واحد؟ مباشرة النصراني يقول آه واحد، أقول له لا استنى كده، أنت بتخالف كتابك كده. عندنا الأب يقدر على كل شيء، أنا الله القدير، لكن الابن لا يقدر. يقول لي فين؟ أقول له من عينيا، افتح لي يوحنا 5:30، أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا، بينما الآب يقدر على كل شيء. كده دمرنا لاهوت الابن، إن الابن إله أصلا، ودمرنا حبيبي، حي الله زين حبيبي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفقكم الرب. جايز تطلع؟ ها برنس جايز تطلع؟ يبقى دمرنا لاهوت الابن، ودمرنا التالوت. واخد بالك؟ انا لا اقدر ان افعل من نفسي شيئا. عندك النص الثاني في يوحنا 5:19 بيقول فاجاب يسوع وقال الحق اقول لكم لا يقدر الابن، لا يقدر الابن ان يعمل من نفسه شيئا. هذا الاله الذي لا يقدر عبادته باطلة، أو ده مش هيقدر يعمل حاجة، ده يقدر يعمل كل حاجة، ده ما يقدرش يعمل حاجة، ده يقدر يعمل كل حاجة، ده ما يقدرش يعمل حاجة إلا لما ياخد الإذن من ده، وده لازم يدي ده القدرة على العمل. السؤال دول إزاي اتنين دول واحد؟ السؤال ده كيف يكون إله؟ شفتوا ازاي؟ كله بالدليل، وكله بالدليل، وبالدليل كله، كله بالدليل. طيب ثواني اشرب ماء ونكمل. شحن الهاتف يا عم، انت عارف شحن الهاتف ايه؟ انت عارف انا عامل ايه الان؟ لا 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 لا، ما احنا قلنا ايه يا شافي؟ الابن ما تخلاش عن الاب، المعذره، اللاهوت ما تخلاش عن الابن، والمتكلم هو الاب. يبقى انت شافي، شافي لازم تشوف الحلقه الاولى، لان انا رديت على الكلام اللي انت بتقوله ده رد موسع، لازم تشوف الحلقه الاولى. خلاص؟ شوف الحلقة الأولى عشان تفهم أنا قلت إيه، أو إيه الرد لما يقول لي طبيعتين والكلام الحلبنتيشي ده. طبيعتين ومشيتين وإنسانين ومش عارف مين خلاص هو يقول لي طبيعتين، هقول له خلاص ما فيش، ما يسوع مش إله. يقول لي أقول هو أنا شايفه إن دي طبيعة واحدة، أو إنه واحد مش اتنين ولا تلاتة ولا طبيعتين. آه زين، ابقى أعمل في المعلق بتاع الفون خلي مكانه انك تحط الشاحن، بحيث لو فصل منك تشحن وانت بتبس. انا عامل كده حال، فصل التليفون هيفصل شحن، قمت عامل موصل الشاحن وشغال بث، انت خدت بالك؟ فهيظبط معاك يعني، لو تعرف تركب الشاحن واحنا مع بعض كده انتظرك. تمام نكمل الموضوع التاني، النصوص التانية. أنا عندي نصوص كتيرة في التالوت ده، محتاجة لو قعدنا نناقش فيها يوم كامل مش هتخلص. وعندي أفكار، لازم تبقى مبدع، عندك كده أفكار وأسئلة لم تطرح في المنهج. أنا جالي برضو شماس من الشمامسة قال لي لا أنت بتجيب أسئلة مش في المنهج، الأسئلة نفسها مش
هم عندهم، انت فاكر الكنيسة بيعدوهم كده، او انت فاكر بيسيبوهم كده يطلعوا يجوا يحاوروا، يرمونا العيال يحاوروا هنا وخلاص؟ لا 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 لا، ده بيدرسوا يا عم الحاج، ده المواضيع دي دراسة، ده دراسة وبحث وشغل، شغل عالي يعني، مش شغل اي كلام. ها احنا اللي غلابة يعني، احنا اللي الشغل بتاعنا كله عبارة عن اجتهادات شخصية، ما عندناش مناهج يعني. عمري في حياتي ما لا رحت مدرسة علمتني ازاي احاور النصارى، ولا في مسجد علمني ازاي احاور النصارى، ما اتعلمتش احاور النصارى غير في البلطوك والله، وعلى ارض الواقع. حتى ارض الواقع زمان لما كنت بحاورهم كده بالحاجات البديهية، ازاي الله يموت، ازاي بسبب خطية ادم مش عارف نتعمل فينا ايه، والكلام ده، الكلام اللي بقول الماسخ ده، كلام الماسخ اللي ما بيقدمش ولا يأخر، تمام. لكن من ساعة ما كلمت النصارى ولا الولاد دول بنصوص، بقى بيطرقع لهم، بقيت بطرقع لهم وانا مرتاح يعني، اطرقع لهم وانا حاطط ايدي في جيبي، خدت بالك؟ تحت الوقت. طيب هتعرف تحط الشاحن وتطلع ولا لا؟ هل تعرف تحط الشاحن؟ عايزك تطلع اصلا معايا كده ونلعلع الاخوة كده. اه وانت حر يعني، لو تعبان او كده مش مشكلة، خلاص وقت تاني بإذن الله. اقتراح في البث؟ طب اعمل الاقتراح هنا، انا مش عارف ايه اقتراح. انا في الغالب، معلش يا اخوة سامحوني، ما يعني في الغالب بسبب ضيق الوقت والمشاغل وكده ما برجعش للبث تاني يعني، اللي عملته ما برجعش اقرا تعليقاته تاني، تمام، الا نادر بقى لو لقيت تعليق او كده ببقى ارجع ابص، لكن في الغالب المنشور اللي بعمله خلاص ما بقى ايه، ببقى اتشغلت وكده فما برجعلوش تاني. المهم حتى اقتراحك هنا تاني يا محمد عبده. بسم الله الرحمن الرحيم، ثواني وهندخل على طول في الايه. طيب خلاص مش مشكلة بقى، هندخل في النص اللي بعده. النص اللي بعده علم الساعة. يرجل، معرفش اسمك كده يرجل ولا اسمك ايه؟ بإذن الله. انت كنت من شوية بتقول ناسوت لاهوت معرفش مين، النص اللي جاي عن اللاهوت، اللاهوت اللاهوت ليه؟ لانه مش في الدنيا، النص اللي جاي في الاخرة يوم القيامة، الابن مش هيعرف ميعاد الساعة، الاب هيعرف ميعاد الساعة. تاني، الابن لن يعرف ميعاد الساعة، هيخفى عنه ميعاد الساعة. النص ده ألو، بيأكد حاجتين. ألو، السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام، كيف الألو. حالك؟ إيش أخبارك؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ عندك مداخلة في موضوعنا؟ والله حابب نتعرف عليك، بس معك حياك. أحمد. تحب تسمع مين؟ تحب تسمع مين من الممثلين؟ أحب أسمعك. حبيبي حياك الله، الله معك أحمد يوفقك. النجار، معك أحمد النجار من غزة. ما شاء الله ما شاء الله، نصر الله أهل غزة، أهل الله غزة مش يحييك محاصرين، إحنا اللي محاصرين. يا سيدي، حفظك الله حبيبي. ورعاك ومن الشر وقاك يا أبو حميد، سناش من دعوة صالحة كده. بارك الله آمين فيك يا ونصرك على اليهود، قطرة المصلوب. ايش اخبارك؟ الحمد لله كيف صار؟ الحمد لله برضو. من وين انت؟ ها انت من وين؟ مالكش دعوة. معقولة؟ حياك الله من مصر، بس مش بحبش اتكلم في اي مسائل شخصية يعني. طيب عندك في اللي احنا بنتكلم فيه التالوت، عندك مداخلة فيه؟ لا والله. طيب حياك الله، يبقى استمع معانا البث ان شاء الله ربنا يفيدك يا رب.
بارك الله آمين. فيك وحفظك الله حياك الله. حبيبي، سلم لي على اللي عندك. يلا، الله السلام يسلمك. عليكم. مع السلامة. نرجع تاني. متعنا المرة دي غير شكل كما يقول الشاميين. ازاي؟ قيامة. معروف ان ما يجيليش بقى نصراني يقول لي اب ابن وروح قدس ومعرف معذره ناسوت ولاهوت ومعرفش مين. لا لا لا، ما يصلحش. النص في انجيل وضع منهج معلمي ده انت معهم. ما ده معمول يا عبده، معمول الحمد لله. عملنا سلسلة القتل والإرهاب بالشكل ده موجودة في الصفحة، وعملنا مش سلسلة صفات ربهم، لكن لا الواتس ما مش مهتم أصلا بيه. أنت ممكن تاخد الحاجات الموجودة وتعملها أنت على الواتس، يعني أنا سامح بأي شيء من الصفحة، منشورات، فيديوهات، كل اللي عايز تاخده خده. صوت واضح يا شباب؟ مش ماشي مع الصورة. هلا هلا منيح. انا سامح باي اخ، اي اخ، اي شخص، اي اخت، اي شخصة، اي انسان شاف اي منشور، فيديو، صورة، كتابة. بس ما اخدش صور الشخصية، مش فاتحينها. خد ما شئت انشره عندك، انشره عند غيرك، ما عنديش اي بروبليما. واضح؟ حقوق الطبع لكل المسلمين، اوبن بوفيه، اوبن ذا مسلم. بصوا كده النص عندنا بيقول ايه بقى؟ ده الراجل اللي عمال بيقول لك ناسوت لاهوت لاهوت ناسوت ومسكنا بالموضوع ده. طب خد النص ده. النص بيقول: واما ذلك اليوم وتلك الساعة. اليوم والساعة ده اللي هو ايه؟ اللي هو يوم القيامة يعني. اما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا الملائكة، الملائكة مش عارفاش، الذين في السماء، ولا الابن، 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 الابن. ده بيتكلم عن إيه؟ عن اللاهوت، عن أقنوم ربهم، عن الإله نفسه. الابن ده، ما هو ده الابن عندهم إله. ولا الابن إلا الآب. الابن مش هيعرف ميعاد الساعة، الآب هيعرف ميعاد الساعة. إزاي الاتنين واحد؟ تاني النص ده بيدمر حاجتين زي ما شوف، هنرجع هنقعد نرجع تاني كل مسألة نرجع لها تاني. النص ده بيدمر حاجتين، بيدمر لاهوت يسوع، بيدمر التالوت، ان هما اله واحد. لا، بالنص ده بنأكد ان يسوع ده مش الله، وان الاتنين دول مش واحد، دول اتنين مش واحد، دول اتنين مش واحد. وهذا هو الشرك بعينه. شوف احنا لحد الآن ما بنثبت لهمش بيه بالقرآن ولا بالسنة، لأنه مش مؤمن ولا بالقرآن ولا بالسنة. أما المؤمن بإيه؟ مش مؤمن بالصور دي، ومؤمن بالكتاب اللي أنا بنزله. أنا هكلمك بما تؤمن، أنا هكلمك بما تؤمن، واخد بالك؟ النص التاني هتلاقيه في متى 24 36: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة، اللي هي يوم القيامة يعني، فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده. أبي ده عندهم اللي هو الله. طبعا احنا لا نؤمن بكلمة أبي في حق الله ولا هذا الكلام، بس بنحاورهم وبنكلمهم بما يؤمنوا ويعتقدوهم. واضح النص التاني ده؟ ناخد اللي بعده. هل الابن أعظم من الأب؟ تسألوا الأول، هل أقنوم الابن عندكم أعظم من الآب، أم الآب أعظم من الابن، أم الاتنين متساويين؟ هبص تلاقي المسيح نطلق، الاتنين متساويين في العظمة. أقول له حلو، أنت بتقول الآن إن الابن والآب الاتنين متساويين في العظمة، صح؟ يقول لي صح. أقول له أنت مخالف الإنجيل، ما تنساش السؤال الأول. يقول لي اتنين، اقول له انت كلامك غلط. يقول لي ليه؟ اقول له كتابك المقدس بيقول غير كده. يقول لي فين الدليل؟ اقول له عيني افتح لي انجيل، افتح لي انجيل يوحنا،
إصحاح 14 العدد 28 بيقول إيه؟ اعملوا عرض مزيد عشان تشوفوا النصوص. سمعت الابن اللي هو ده بيقول سمعتم أني قلت أني أذهب ثم آتي إليكم، لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بي، لأني قلت أمضي إلى الآب. ليه؟ لأن أبي أعظم مني. الابن بيقول على الآب أعظم منه، حاجة من الاتنين، يا أنت مسيحي صح ويسوع غلط، يا إما يسوع صح وأنت غلط، يا إما يسوع صح وأنت غلط. لا، أنا هختار الأولى، أنت يا مسيحي غلط، مش عارف دينك ولا عارف كتابك، ويسوع صح والكتاب في النقطة دي صح. النص أهو، يبقى النص عندنا بيدمر حاجتين. الأولى، خدوا بالكم، أنتوا تفتكروا إحنا لما بنيجي نتكلم مع النصارى بنقول لهم إيه؟ أين قال يسوع إيه؟ أنا الإيه؟ أنا الله. أنا والأب واحد، ما سألتهاش دي. المفروض بتجاوبني على سؤالي، أين قال أنا الله؟ مش أين قال أنا والأب واحد، ولا أين قال من رآني فقد رأى الآب. أنا سألت سؤال واضح، أين قال أنا الله؟ فهمتوا النقطة دي؟ هنا بقى أقوم سأله كده، بقول له هل يسوع قال هنا بقى الاب اعظم منه؟ هل الابن قال الاب اعظم من الاجابه نعم؟ هل الابن قال؟ يبقى ازاي اله واحد؟ الابن اعظم من الاب، المسيح الله عندكم اعظم من المسيح. الاله ده اعظم من ده، يبقى ازاي الاثنين واحد؟ وهذا في من هو أعظم منه، يبقى إزاي ده يبقى إله؟ يبقى كده عبادة ده بطلة، لا يجوز عبادة شخص أو إنسان أقل من الإله. يبقى كده حاجتين، أثبتنا حاجتين في النص ده. الأولى الشرك، إنهم مشركين مع الله إله آخر اللي هو ده، مشركين مع الله ده، تمام. النقطة التانية إثبات بطلان الألوهية ده، هذا مش إله، ده كده إله باطل، ده كده إله باطل. خدتوا بالكم؟ دي النقطة التانية. في عندنا نص تاني في نفس الأمر في يوحنا 10 صح 29 بيقول أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. الابن عندهم، الإنسان يسوع عندهم، هذا الشخص عندهم، بيقول إن الإله الآب أو الإله عندهم الآب ده أعظم من الكل، أعظم من كل حاجة، ومحدش يقدر يخطف من إيده حاجة، أعظم منه كمان. يبقى هنا ده بطلق عقيدته بطلة، ألوهيته بطلة، وإن دول اتنين، لا مش اتنين، دول واحد، المعذرة، دول واحد، لا دول مش واحد، دول اتنين، كل واحد فيهم غير التاني، ده أقل عظمة من ده، وده أعظم من ده، وده أقل من ده، وده أعظم من ده، وده أقل من ده، وده أعظم من ده، وده أقل من ده، وده أعظم من ده، يبقى إزاي الاتنين واحد؟ تاني، وده إزاي الاتنين واحد؟ بالعقل، الفكر، المنطق، بالحساب، بالرياضة، بالجبر، بالنحو، بالسباكة، بالزراعة، بالصناعة، بالطيارة، مستحيل، مش إله واحد، مش إله واحد. في نص تاني، النص التاني ده بقى واللي جاي ده هيأكد لكم ان يسوع بحسب الاناجيل يعترف صراحة انه ما هو الا رسول. يقول كالآتي:
يسوع، يسوع لا ليس تمام تمام لحظة تمام كده. يسوع عبد، ليس عبد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لحظة يا شباب، تاني النت بيلعب، ثواني لحظة بشغل أي حاجة تسحب سرعة النت في التليفون. كده إن شاء الله يظبط. يسوع بيعترف بنفسه إنه عبد، فبيقول ليس عبد أعظم من سيده. وإحنا عندنا على يسوع مجد عبده يسوع، و في نص تاني كان تفاكر اللي هو في إشعياء، مش فاكر الشاهد، بس المقصد في كذا كذا نص على ان يسوع عبد بحسب الاناجيل. فهو بيقول عبد، يعني هو عبد اهو وبيعبد سيده اللي هو مين؟ سيده اللي هو، بس التليفون نفسه مرة واحدة كده بي ايه ما بيقبلش، ما بيسمعش.